يسعد أوقاتكم. إذا بدي أدخل إعدادات التلنت للسويتش 2 S2 وبدي أدخل من BC0 للS2، طبعا إحنا عملنا نفس الإعدادات الـ Enable Secret و Line VTY وعطينا IP للـ VLAN 1، لكن بنلاحظ إنه إذا جربت أدخل تلنت على 300 ما بيتصل، طبعا لأنه أنا سويتش Layer 2، فأنا لمن أقدر أتواصل من شبكة ثاني لازم أعرف الراوتر بهاي التعليمي IP Default Network، لأنه أنا الراوتر هو اللي بيقدر يعمل راوتينج 3-1. فأي شخص بده يتواصل معي عن طريق التلنت من شبكة ثاني لازم يتواصل عن طريق الـ R2. بنلاحظ دخلت على S2 اللي هو السويتش 2 من هون.